مجموعة من الجزئية الهامة. الرجاء 3 نقاط كما قلت ستصنف ضمن الصدارة، والوداد للعودة مجددا للاحتفال باللقب مرة أخرى. لما لا، حان موعد الاحتفال بعصادة عمل آلاف الفنانين والمبدعين أهل الوداد والرجاء بكوريغرافيا من زمان يجسدون التواريخ والأحداث في لوحة نعم تأسر قلوب الملايين. أجواء ديربي صنفوه ما بين العشر الأوائل في العالم، ديربي الأحلام، ديربي الأشقاء. 74 سنة عن ميلاد وداد عاصر أجيالا وأجيال، وحكاية رجاء لب الرجاء وصال وجال على امتداد 62 سنة من الإنجازات. إبداعات التيفوزي في إيطاليا أواخر الستينيات ينضاف له اليوم، وتنضاف له البهارات بأنامل مغربية لاعتلاء الرياضة. صورة أكيد ستصل لكل أنحاء العالم، لسكندنافيا، للأنجلو ساكسون، للسلاف والروس والجرمان، الكل سيتكلم. شعوبا بثقافتها وحضارتها ستقف اليوم لتحيتكم. هذا هو الوجه الحضاري للجماهير المغربية، هذا واقعنا يا من تتابعون الديربي 110. هذا الفصل الأول فقط من ديربي البيضاء، أما البقية فبدون تعليق. لا يعقل أن أصف وأعلق لأن الفن لا يحتاج لمعلقين، التاريخ لا يحتفظ إلا بالأوائل. رسالة من رسائل جماهير الوداد وصفحة من كتاب التاريخ في الهامش. أكيد رسالة من جماهير الرجاء اليوم لجماهير الوداد. هذا فصل أول فقط من فصول الفرجة اليوم. سأترككم مع هذه اللحظات الجميلة والرائعة، هذا الفصل الذي سينضاف للتواريخ عدة من تواريخ الديربي. المعلقة و 46500 مناصر او ازيد من ذلك بكثير يعلقون، كل على هوا وكل بطريقته الخاصة، وكأنها حجرة واحدة تعزف الكثير في هذا الديربي. الفرجة قبل انطلاق المباراة في انتظار الفرجة التي سيقدمها اللاعبون لارضاء هؤلاء المناصرين بالمركب الرياضي محمد الخامس. جزئيات دقيقة كما قلت ستحكم في مصير هذا الديربي بين الوداد والرجاء. الرجاء اليوم يعتمد على تشكيله من الرسميين رغم غياب من الرباطي. يدخل طارق الجرموني في حراسة المرمى، اسماعيل بن المعلم ومحمد الحاج ثنائي محور خط الدفاع، رشيد السليماني كمدافع ايمن، هشام المهدوفي من الجهة اليسرى من خط الدفاع، كوكوكي وماما دبيلة على مستوى الارتكاز، محسن متولي وبوشعيب المباركي في صناعة اللعب على مستوى الاطراف. وثنائي الهجوم اليوم ياسين الصلحي وحسن السواري. اما نادي الوداد الرياضي فيعتمد على اسمائه كاملة في ظل غياب جمال العليوي وفابريس اوندما. نجد نادر المياغري في حراسة المرمى، يوسف رفح وعبد الرحيم بوكشان على مستوى الارتكاز، ايوب الخالقي كمدافع ايمن، خالد السقاط من الجهة اليسرى، سعيد فتاح الابن السابق للرجاء يلعب كلاعب ارتكاز امام كل من محمد